يا باشا الحاجه دي مش بتاعتي، كل ده اشاعات، اشاعات عشان انا اتشهر. طب يا باشا بالعقل، في حد مدمن كده؟ المدمن ده معروف قد كده اهو. انا مدمنه محاشي، بسبوسه بالبندق، كنافه باللوز. الله ينتقم منك يا فخر التوسيد، الله يخرب بيوتكم حق جنبي. تمام قوي كده، برافو عليك يا سيد. البوليس شكله حقيقي بجد. لا هو مش شكله، هو بوليس حقيقي. ما انا بلغت البوليس عشان اسبك الموضوع خالص. يا نهارك اسود، بلغت البوليس؟ ما تهتي يا ريتاش، في ايه؟ كده كده لو البوليس مسكها هيلاقي معاها اكياس العجوه اللي احنا حاطينها، يعني اخرها يوم لا مؤاخذه وتطلع. ده بالعكس بقى، ده الواد سيد كده سبكها صح عشان يبقى الموضوع متصدق. لا ولسه كيفك كمان، اكياس العجوه كلتها وحطيت لهم مخدرات بجد عشان الموضوع يبقى مسبوك خالص. الله يخرب بيتك يا سيد. انا مش فاهم يا جماعه ايه المشكله يعني؟ ما البوليس لما يلاقي معاها المخدرات هيحبسها بجد. تصدقوا فعلا في مشكله. طب ايه الحل؟ انا عندي الحل. ايه؟ انا عندي. امسك بس الباب بسرعه عشان نطلع وراها ونقول لهم الحقيقه. نقول لهم ان اختنا ايه؟ ايه؟ هي اللي معاها الحاجه. ايه ده؟ تمام، امسك معايا عشان نظبط، عشان ما يضربوناش طلقه في المرايه ولا حاجه. امسك يا سيد. لا 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 ما تخافش يا ابني، ما تخافش، ما فيش حاجه، ما فيش حاجه يا سيد. ما تخافش يا سيد، يلا ما تخافش. يا انا هعدمك النهارده.